ديالو بالجمهور ديالو الكبير. فإذا جات الفرصة فبالعكس غادي نكون جد سعيد أنني نرجع لفريق الرجاء البيضاوي اللي عندي معاه ذكريات جميلة. وبالنسبة للظروف اللي كتعيشها فريق الرجاء البيضاوي فباش أنك تحمل قميص فريق الرجاء البيضاوي فهذا أكبر من أنك من الظروف اللي كيعيشها، فبالعكس هذا ما كيمنعش أنك تلعب مع فريق بحجم فريق الرجاء البيضاوي.